ونبقى مع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمباراة الثانية من الجولة 17، حيث حل في التعاون الفائز في آخر مباراتين، حل ضيفا على الهلال خامس الترتيب نور الجاموس. مع كل التفاصيل نتابع على اللاعبين الأجانب الذي سيحضرهم الهلال كرة. رغبة التعاون بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي لأول مرة منذ بداية الموسم تصطدم في طريقها بحمل اللقب الهلال، الطريق الذي دخله توامبا وزملائه بأسرع مما اعتقدت الجماهير الزرقاء. فالكاميروني من أولى محاولاته كاد أن يضع سكر القصيم في المقدمة، هذه المحاولة التي لم تنتهي إلا بتحصله على جزاء بعد خطأ في الإبعاد من ماريجا، تدخل الفار لتأكيدها ودونها توامبا. الحوار البرتغالي بين طموحات غوميز بمواصلة نتائجه الإيجابية ومساعي مواطنه جارديم بالاقتراب أكثر من فرق المقدمة. الزعيم الذي بدأ بمطاردة تعديل الكفة أولا قبل أي شيء، فأضع كاريلو انفرادة خطيرة أمام أنغوس قبل أن يهدر ماريجا أخرى قد تكون أشد خطورة بعدها بدقائق. جارديم لم يفرح كثيرا بالهجمات والخطورة الهلالية الكبيرة، فمحمد كنو صعب المهمة عليه بخطأ جديد داخل المنطقة المحظورة، والنتيجة جزاء تعاونية ثانية نفذها لوفانور بكل نجاح. التعاون ودون مبرر تراجع بشكل كبير لمناطقه الخلفية، والزعيم لم يقبل بانتهاء الجزء الأول دون إظهار ردة فعله وما يملكه من قدرات، ورده جاء بعدة كرات خطيرة أنبأت باقتراب هز الشباك التي تدخل محمد كنو لهزها ولإطلاق الأفراح في المدرجات الزرقاء. هذه الفرحة التي لم تكتمل إلا والهلال معادلا للكفة، أما طريقة الثاني فهي للمرة الثالثة من نقطة الجزاء والمترجم سالم الدوسري. الزعيم أنهى الأول بهدف وبدأ الثاني بهدف. موسى ماريجا لم ينتظر أكثر من دقيقة واحدة لقلب الطاولة على ضيفه، ومن سيكون أكثر سعادة بهذا التقدم أكثر من جارديم المالي الذي كاد بعده بلحظات الأقرب لإنهاء الأمور بهذه المحاولة. الإحباط ظهر على وجه غوميز مما رآه من سيناريو، خاصة مع متابعته لهجمات هلالية لم تهدأ، والإحباط زاد أكثر للبرتغالي مع تألق عبدالله المعيوف أمام محاولات لاعبي منافسه مهما حملت من خطورة. ومع ضغط مستمر للهلال رغم هجمات الضيوف القليلة، كاد ماريجا وفي أكثر من مناسبة أن يعزز النتيجة لولا تدخل العارضة أو الدفاعات التعاونية، لكن الأهم بالنسبة لجارديم وجماهيره ريموتادا الزعيم وحصوله على العلامة الكاملة. نور الجاموس، صدى الملاعب. بالريمونتادا الزرقاء أكيد ألف مبروك للهلال، هارد لك للتعاون. كابتن، يعني فوز أو سيناريو يعني مثير، نعم. عرف كيف يقلب الطاولة على التعاون، ممكن أن نقول هو عامل الخبرة أم هو عرف كيف يتعامل مع هذا اللقاء؟ نعم، هي الاثنين، وشخصية الهلال، شخصية اللاعبين الموجودين تفرق مع في المناسبات هذه، أن يكون عندك لعيبة مثل سالم الدوسري، يكون عندك لعيبة مثل كاريو، مثل هلا كانوا يغيرون أي نتيجة عندك. والأكثر ردة فعل الهلال كانت بسرعة جدا، ما نبخس حق التعاون لأن لعبه بشكل جيد، المباراة كانت جميلة جدا، خاصة في الشوط الأول. الشوط الأول 25 دقيقة، 25 الأولى وأيضا في العشر دقائق الأخيرة طبعا اللقاء. أكيد، لأن هذا امتداد لمستوى والنتائج الأخيرة للتعاون، لكن يقبع الآن التعاون في خطر الآن إذا ما صح أموره. لكن الهلال الآن يمشي بخطوات ثابتة، حمبارتين وراء بعض، هو فايز 4-0 بثلاثة أقوال، لكن أيضا رجعنا للمنظومة الدفاعية مرة ثانية، فيها أخطاء موجودة. طيب. تكررت أيضا.